إذن يسعد لي مساكم. نبتدي ساعتنا الثانية من عيشها صح برعاية طبعا مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء لنزرع الأمل. ضيفي هاتفيا دكتور محمد الحسيني استشاري جراحة وجراحة تجميل. رح نتكلم اليوم عن التثدي لدى الرجال. يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا سيدة أميرة. أهلا وسهلا. حياك الله. رح فيك عبر أثير إذاعة مكس إف إم. دكتور إيش معنات كلمة التثدي؟ وحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ التثدي طبعا أو الثدي عامة بيطلق على المرأة. لما نقول كلمة ثدي نعني دي المرأة. نعم. غالبا نادرا نقول الرجل ثدي. نعم. لكن أول ما نقول التثدي عند الرجال معنى كده أن أصبح الثدي بتاع الرجل أصبح قريب من ثدي المرأة. أصبح أنه هو كبير حجما. نعم. فبالتالي لفظ التثدي عند الرجال هو لفظ مشتق من الكلمة دي. حتى بالإنجليش جاينيكو مصطيا. جاينيكو مينز الجاينة اللي هي مينز السيدة أو النساء. والمصطي يعني الثدي. فمعنى أنه هو الثدي بقى شبيه بثدي المرأة. عشان كده بيطلق لفظ التثدي عند الرجال. نعم. طيب دكتور إيش أسباب هذا المرض؟ هو يصنف كمرض صحيح؟ طبعا يعتبر كمرض لانه بيبقى بيعمل يعني حتى لو كان مرض نفسي يعني هو مش مرض عضوي لان هو ما بيبقاش فيه حاجه خطيره تترتب عليه حجم الثدي ان هو كبر. ولكن هو مرض نفسي اكتر منه عضوي لانه بيأثر على نفسيه الرجل امام زمايله امام اصحابه في صالات الرياضه في الحمامات السباحه. بيبقى شكله يعني بيحس ان هو في ناس بتنظر اليه نظره مختلفه عن الاخرين. فهو بيبقى مرض نفسي اكتر منه عضوي. هو حضرتك أسبابه كتيرة جدا. لو احنا بدأناها من البداية ان ساعة الطفولة أول ما الطفل بتولد بالذات الذكر بيبقى عنده كبر شوية في حجم الثدي. ده طبيعي جدا بيبقى نتيجة الهرمونات الأنثوية لسه موجودة من الأم بتنتقل إليه. فلسه بتبقى في البداية في خلال أسبوعين ثلاثة بيختفي. في بيجي المرحلة اللي وراها مرحلة المراهقة. ساعة المرحلة المراهقة بيحصل فيها برضو اضطراب في الهرمونات الذكرية والأنثوية. نعم. فبيبدأ حجم الثدي يتضخم شوية وبرضه في خلال سنة سنتين بيختفي. في بعض الأشخاص بيفضل حجم الثدي عندهم كبير بيبقى أسبابه بقى أخرى زي مثلا يتعاطى بعض الأنواع الأدوية يعني مثلا عنده مرض معين فبياخد له دواء معين الدواء ده بيعمل كبر في حجم الثدي. طبعا أدوية كثيرة جدا لا داعي لذكر أساميها. نعم. مختلفة جدا بأمراض مختلفة. في بعض الحاجات المهمة جدا بتبقى في الأعضاء التناسلية للذكر يعني لو عنده مشكلة في الخصيتين بتعمل لخبطة أو اضطراب في الهرمونات فبيؤدي إلى برضو كبر في حجم الثدي. فدي الأسباب يعني مجملا. طبعا في السن الكبير كل ما الواحد يتقدم بالعمر حجم الثدي برضو بيكبر شوية. نعم دكتور. هل صحيح بيسألون على تويتر الناس أنه هل صحيح بعض أنواع الهرمونات اللي بياخذوها الرياضيين أو اللي بيلعبوا بودي بيلدينج أو حديد بتعمل تثدي؟ بالضبط كده. بالضبط. سؤال حضرتك سؤال سليم جدا. طبعا اللي بعض اللي بيمارسوا الرياضة بالذات مثلا رياضة كمال الأجسام. نعم. أو رفع الأثقال. هو بيبقى همه أنه هو يكبر العضلة. وليس أنه هو يقوي العضلة فقط لغير لا بيكبرها. فنتيجة تكبير العضلة بياخد هرمونات نسميها احنا أنابوليك هرمونز يعني هرمونات بانئة يعني بنائة للأنسجة. نعم. فدي بتعمل كبر لحجم الثدي. بالإضافة لحاجة مهمة جدا انه اي حد بيمارس رياضه عنيفه زي مثلا رفع الاثقال او زي كمال الاجسام ويجي عليه فتره يتوقف نتيجه اي سبب نتيجه اصابه مثلا نتيجه اي شيء او سبب الرياضه يبدا تتحول العضلات الى شحوم فبالتالي حجم الثدي بيكبر. يعني حجم الثدي يا اما نتيجه شحوم يا اما نتيجه ان نفس الغده نفسها غده الثدي كبرت في الحجم. وطبعا الهرمونات ليها دور كبير جدا في تضخم الثدي. نعم جميل. دكتور بيقال أنه هناك تثدي حقيقي وأيضا هناك تثدي كاذب. هذا كلام صحيح؟ بالضبط حضرتك يا فندم. التثدي الحقيقي اللي هو أن الغدة نفسها غدة الثدي كبرت في الحجم نتيجة تكاثر في الخلايا تضخم في الأنسجة بتاعة الغدة. لكن التثدي الكاذب زي ما قلت حضرتك من شوية نتيجة وجود شحوم يعني مثلا انسان سمين عنده سمنه عامه في جسمه. نعم. من ضمن السمنه دي الثدي في دهون حواليه. الدهون دي بتدي كبر لحجم الثدي. ولكن الثدي كاذب ليه؟ لانه هو مش الغده الكبيره. الدهون. نعم. او الشحوم هي اللي عامله حجم كبير للثدي. والتثدي الكاذب دكتور ايش هو؟
تثدي كذب زي ما بقول لحضرتك عبارة عن تراكم دهني نتيجة سمنة أو نتيجة حد بيمارس رياضة وفقد الرياضة دي تركها لفترة من الفترات فتحولت إلى شحوم. أو واحد من البداية عنده سمنة عامة في جسمه زي أي حد سمين فعبارة عن تراكم دهني. يبقى التثدي الكاذب عبارة عن تراكم دهني وليس كبر في حجم الثدي، ولكن ممكن يصاحبه مع التراكم الدهني ده إن حجم الثدي تكبر برضه، يعني يبقى الاثنين مع بعض. ممكن يبقى لوحده دهون فقط لا غير، ممكن يبقى دهون ومعها كبر في حجم الثدي. جميل دكتور. طيب أيضا بيسألون على تويتر أنه في حالة السمنة أو في حالة انقطاع ممارسة الرياضة، هنا يلجأوا للتجميل ولا يلجأوا للنحف؟ يعني أنه يخفف وزنه، يلجأ لإيش الطريقة الأصح؟ هو حضرتك لو يقدر يقلل وزنه بصورة مثالية بصورة منظمة بحيث أنه ما يحصلش ترهل للجلد، في طبعا طرق لنزول الوزن، طبعا أخصائيين التغذية هم أدرى بيها مننا، بيدوله نظام غذائي معين ورياضة معينة يبدأ ينقص بها وزنه. لو الوزن نزل مع عدم نزوله فجأة مرة واحدة خلاص مفيش مشكلة إن شاء الله، يبقى الجلد هيرجع لطبيعته. لكن لو نزول على فترات سريعة من غير أسس علمية سليمة هيحصل ترهل في الجلد. فطبعا لو هو مش متمكن من النقطة دي أحسن حاجة ليه إن هو يلجأ لجراحة التجميل، شفط الدهون. لو هو شفط الدهون يعمل شفط للدهون في منطقة الثدي. الدهون دي تماما، فبالتالي المنطقة كلها صغرت في الحجم على طول. جميل دكتور، هل يستطيع الرجل تجنب أو تدارك هذا المرض؟ طبعا زي ما قلت حضرتك من شوية باتباع نظم الغذاء، يعني لأنه زي ما قلت حضرتك في جزء منه له علاقة بالسمنة. لو الدهون كترت هيبقى هتكتر منطقة الثدي، ولكن إن الغدة تكبر في الحجم ما عندناش حد المقدرة إن هو يقدر يمنع حاجة زي كده. لكن لو بياخد أدوية، لو السبب الأساسي لكبر حجم الثدي تناول أدوية معينة، فممكن بإيقاف هذه الأدوية يرجع الثدي لحجمه الطبيعي. ولكن لو الأمراض أخرى مثلا زي مرض مثلا أورام في الخصيتين أو تمور في الخصيتين أو إلى ما شابه ذلك، طبعا محتاجين نعالج السبب. فلو عالجنا السبب بيحصل الغدة بترجع لحجمها الطبيعي. ولكن لو ما فيش أي أسباب خالص غير إنها سنة أو زيادة في خلايا أو حجم الثدي، فطبعا الحل ليه جراحي التجميل. نعم. طب دكتور خلينا نتكلم شوية عن طرق العلاج وتدرجاته أو درجاته. هو حضرتك التثدي عند الرجال بيمر بثلاث درجات. جميل. المرحلة الأولانية دي المرحلة اللي هي البسيطة، بيبقى فيه بس كبر بسيط في حجم الثدي مع وجود جلد مشدود ما فيهوش أي ترهلات، مفيش جلد زائد يعني. الحالة الثانية بيبقى فيه كبر في حجم الثدي بس كبر أكبر من المرحلة الأولى، فبالتالي ظاهر أمام عين الناس، وفي نفس الوقت فيه شوية دهون ولكن الجلد ما زال في مرحلة اللي هو مشدود، ما زال ما فيش ترهل. بتيجي للمرحلة الثالثة بيبقى فيه كبر في حجم الثدي، فيه دهون أكثر من المرحلة السابقة، فيه جلد زائد، فبالتالي أصبح الثدي بقى قريب من ثدي المرأة. يعني أصبح فعلا لو إحنا بصينا عليه كويس قريب من ثدي المرأة في الحجم. المرحلة الأولى والثانية يعني إلى حد ما ممكن مقبولة شوية، وعلاجها أسهل. العلاج لكن المرحلة الثالثة العلاج بيبقى أصعب شوية، له علاج طبعا بس بيبقى أصعب، بيبقى جراحة أكتر شوية من المرحلة الأولى والثانية. نعم دكتور، رح أطلع أنا وياك بريك قصير وسريع ونرجع أكيد نكمل حوارنا مرة جديدة. تفضل يا حبيبي. تفضل. طبعا لي اتصالاتكم واستفساراتكم تقدرون تشاركون معي على STC 8348 موبايلي 630 590 وزين 73-22-22 اللي رقمه زين كرما يكتب لي رقمه في الاسمس. ايضا تقدرون تشاركون على @mixfmradio وهاشتاج عيشها صح. عيشها صح مع أميرة العباس برعاية مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء لنزرع الأمل على ميكس أف أم.
مستمرين معاكم في حوار اليوم، واستقبل مجددا ضيفي هاتفيا دكتور محمد الحسيني، استشاري جراحة تجميل من مستشفى الموسى التخصصي في الإحساء. طبعا اللي عنده أي سؤال يقدر أنه يرسل لي إياه على الاسمس stc 8348 موبايلي 630 590 زين 7322 22، وأنا بدوري راح أطرحه على الدكتور وراح يجيب على أسئلتكم. دكتور، كنا نتكلم قبل البريك، عرفنا معنى التفدي، أيضا ذكرنا أسبابه، أيضا فرقنا ما بين التفدي الحقيقي والتفدي الكاذب، وذكرنا كيفية تجنب هذا المرض، أيضا طرق العلاج ودرجاته. هل يعود التفدي دكتور بعد العلاج؟ لا حضرتك، التفدي مجرد ما عملنا له جراح، يعني مثلا لو كان السبب الأساسي شحوم عملنا شفط للدهون في هذه المنطقة خلاص ما ترجعش مرة أخرى. لو الثدي نفسه شلناه نتيجة إن هو في تضخم في الثدي أو في الغدة خلاص مجرد ما العضو اتشال، زي مثلا حضرتك جراحات الزايدة الدودية، مجرد ما شلنا الزايدة لا ترجع مرة أخرى، نفس القصة شلنا الغدة لا تعود مرة أخرى. نعم خلاص بيبقى يعني شفاء تام إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم كثير دكتور أكيد بتسمعوا سؤال أنه هل في آثار جانبية لهذا الموضوع؟ كثير ناس بتتخوف من العملية بسبب أنها بتنفر من الآثار الجانبية، أو بتخاف من أنه حيكون في آثار جانبية للعملية. في آثار جانبية؟ لا حضرتك، لو إحنا تدرجنا الموضوع في المراحل الأولى، زي مثلا زي ما قلت حضرتك اللي هو المرحلة ثلاث مراحل، قلنا التضخم أو التفدي عند الرجال، لو احنا المرحلة الأولى والثانية بتبقى مرحلة بسيطة جدا إن شاء الله، بيبقى عبارة عن شفط دهون باستئصال لغدة الثدي. نعم. بجرح صغير جدا في منطقة الحلمة لا يظهر بعد كده. والجراحة بسيطة جدا، يختفي تماما، مفيش أي مشكلة. هو المشكلة الأكبر لو زي ما قلت حضرتك المرحلة الثالثة اللي هو الثدي بيبقى قريب من ثدي البرقة شوية، في هذه المرحلة بنضطر نتصقص الثدي مع الشحوم مع الجلد. فطالما وصلنا لمرحلة الجلد، ان انا استأصلت الجلد اصبح فيه جرح، الجرح الموجود ده بيبقى جرح طويل بطول الثدي، وطبعا في هذه اللحظة برضو لازم نعمل زرع للحلمة، لان انا شلت الثدي تماما الحلمة بتاعته، شلنا الثدي، لكن في المرحلة الاولى والتانية شلنا الثدي فقط لغير وسبنا الحلمة، واصبح الشخص الشكل طبيعي جدا مفيش اي مشكلة منه. لكن المرحلة التانية لا، بنشيل الحلمة لانها جزء من الثدي مع الجلد، فبضطر اشيل الجزء ده كله، فأصبح مكانه جرح كبير، جرحين، جرح على اليمين وجرح على اليسار، وفيهم الحلمة المزروعة. فطبعا الجرح شكلا مش مقبول طبعا، وبالذات الرجال اللي بيروحوا مثلا حمام سباحة، ناس طاح مع أصدقائهم في رياضة كده، طبعا الجرح لو بخطر ما عندوش شعر كتير في صدره بيبقى طبعا هيبقى ظاهر شوية، لكن كأعراض جانبية مفيش أعراض جانبية ليها إن شاء الله، غير بس هو أثر الجرح بس في المرحلة الثالثة. نعم دكتور، في أحد الأمهات بتسألنا أنه ولدها عنده هذه المشكلة، لكن هي محتارة متى العمر المناسب اللي المفروض تعمل له هذه العملية فيه، إيش نصيحتك ليها؟ هو سنه قد إيه؟ ذكرت لحضرتك سنه؟ ذكر أنه تقريبا عمره 15 سنة. لا طبعا لسه مرحلة دي زي ما قلت حضرتك مبكرة، مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ بيبقى فيها زيادة في اضطراب في الهرمونات، فبالتالي بيبقى ممكن يحصل الهرمون الأنثوي يعلى شوية، فبالتالي بيحصل كبر في الحجم في خلال سنتين ثلاثة بيختفي أو بيقل، لكن لو لقيتها أنها امتد بقى لغاية 20 سنة، لا في الفترة دي لازم تلجأ للطبيب لأنها يحتاج جراحة في المرحلة دي. يعني دكتور العمر المناسب بعد 20 سنة. بالضبط كده. نعم. طيب دكتور، بالنسبة للرياضيين بعد ما يعملوا العملية كم يحتاج وقت بعد العملية عشان يبدأوا يمارسوا الرياضة زي أول، يرجعوا لنظامهم الأول؟ خلال شهر من العملية يبدأ يمارس الرياضة بتاعته العادية. هو في الفترة الأولانية ممكن يمارس الرياضة اللي هو مثلا رياضة المشي مثلا، العجلة الثابتة، دي الحاجات البسيطة، لكن حاجة خاصة بالذراعين أو بمنطقة الصدر، رياضة منطقة الصدر أو الذراعين، لا من المستحب طبعا أن هو يأجلها على قليلة شهر بعد العملية. نعم دكتور، حابة أشكر تواجدك معي هاتفيا، دكتور محمد الحسيني استشاري جراحة تجميل من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. شكرا دكتور، يعطيك العافية، سعيدة فيك. أهلا وسهلا. في سعيدة فيك. أهلا وسهلا. في سعيدة فيك. أهلا وسهلا. في سعيدة فيك. أهلا وسهلا.